اختتمت مساء السبت منافسات المرحلة 14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث انتهت 7 مواجهات بنتيجة الفوز، بينما حضرت نتيجة التعادل في لقاعين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وسط تسجيل 35 هدفاً مع حدوث تغيير لمراكز 6 فرق فقط، فيما بقيت الفرق 12 الباقية في مواقعها دون تغيير. الجولة بدأت بقمة الاتفاق والاتحاد في الدمام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد فرسان الدهناء للنقطة 23 في المركز 7 دون تغيير، فيما تقدم العميد خطوة واحدة للمرتبة 4 ب25 نقطة. الكرة في مكان اتاحت الفرصة تعود إلى هندرسون والعرضية والرأسية والمتابعة، إنه فارس الدهناء جاك هندري. الكرة الآن والضغط ينجح فابينيو، الله عبد الرزاق يا رب. وفي بريدة حقق الرياض فوزا غاليا على مضيفه التعاون بهدفين لهدف، ليتقدم أبناء مدرسة الوسطى 2 للأمام نحو المقعد 12 ب15 نقطة. أما السكري فتراجع 1 للوراء ليتواجد في المركز 5 ب25 نقطة. وحارس الرياض الحالي، الكرة تلعب بالرأس، الكرة في الشبان، وبداية مبكرة في شوط المباراة الأول. ركلة الجزاء تنفذ والكرة في الشبان، الرياض يسجل ثاني أهدافه. وفي حائل قلب الطائي تأخره أمام الرائد 3 أهداف لهدف إلى انتصار بالأربعة في واحدة من أكثر المباريات إثارة. الحواتم رفعوا رصيدهم للنقطة 14 متقدمين 2 صوب المرتبة 13، فيما بقي الرائد في مقعده 17 ب9 نقاط. نادي رائد ومعتز تفرج، والهدف الأول، الهدف الأول لرائد التعدي. تستمر الأمور، الطائي للعودة، أم تستمر الأمور الطائي؟ جول، عادت محاولة الفيسد. على ملعب الأول بارك في الرياض سجل النصر فوزه 11 في بطولة الدوري بعد أن تغلب على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة. أصفر العاصمة رفع رصيده النقطي للرقم 34 في وصفة الترتيب. في المقابل بقي الأخدود على نقاطه 10 في المركز 16. احتساب هدف اليوم في مباراة الاتفاق، برمى الكرة، يا سلام سلطان. يقوله في رونالدو، أصله راح، الثالث رونالدو خلصها في المرمى، في المرمى. لا 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 الله 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 الله. وفي بريدة حقق الهلال انتصارا عريضا على مضيفه الحزم قوامه 9 أهداف دون رد. هذه النتيجة جعلت أزرق العاصمة يواصل انفراده بالصدارة بعد أن رفع رصيده النقطي للرقم 38. أما حزم الصمود فلا زال في قاع الترتيب 7 نقاط. من أنطونيو سددت البريك، الله، نعم 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 نعم، جهة اليمنى عالية وبالرأس وتتحضر وتسدد بمالكوم الثامن. الهلال تاريخية، سافيتش يعلن عن النتيجة التاريخية الأكبر. ومن الأحساء عاد الفيحاء بالنقاط 3 بعد أن كسب مضيفه الفتح بهدف دون رد، يرتفع رصيد الفهود للرقم 19 في المقعد 8 دون تغيير، فيما بقي النموذجي في مركزه 6 ودون تغيير أيضا 24 نقطة. وفي ديربي الجنوب تفوق ضمك على أبها 4 أهداف لـ2. فارس الجنوب رفع رصيده للنقطة 18 في المرتبة 10 دون تغيير، بينما تراجع زعيم الجنوب 2 ليجد نفسه المركز 15 ب13 نقطة. الكرة تتخلص، تصل الآن المحاولة إلى أنتوليتش، لمسة من جديد، تصل الكرة والتمريرة، تصويب الكود، وجول، جول 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 جول. الحرة المباشرة لفريق نادي أبها. على اليسار انطلاقه من مكين الذي منذ ان نزل، كودو سيساي، جول جول.
وفي مكة المكرمة كسب الوحدة شقيقه الخليج بثلاثة أهداف لهدف. فرسان مكة رفعوا رصيدهم النقطي للرقم 19 لكنهم لازالوا في المقعد التاسع. أما أبناء الدانة فتراجعوا خطوتين نحو المرتبة 14 ب13 نقطة. نجوم الخليج البرتغالية تقدم من أجل سادس أهدافه ويرد عليه قال والله تولى المهمة بعد ذلك بيدرو أمنويل. العرضية حاضرة سعيد أيضا والرصية الله. أخيرا تعادل الأهلي والشباب في جدة بدون أهداف ليواصل الراقي تواجده في المركز الثالث بعد أن ارتفع رصيده للنقطة 27 فيما بلغ رصيد الليوث النقطة 16 في المقعد 11 دون تغيير. فانيكا بذات الطريقة خطيرة كاراسكو يا ولد على فرصة خطيرة أخرى شبابية بالرأس عالية.